فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت البلاد غير إسلامية كافرة وكان فيها قضاة كفار، هل يجوز التحاكم إلى هذه المحاكم؟ خذ حقك، إذا أخذت حقك ولم تظلم أحدا فلا مانع، أما إذا تحكمت بحكمهم لتظلمهم هذا ما يجوز. أما إذا أخذت حقك الشرعي لك فلا بأس بذلك، ولا تترك حقك يضيع، يفرحون بهذا، هم خاصم وداع في حقك المشروع. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.